السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد المهدون من قناة Learn English with أحمد. معانا اليوم ثاني 50 كلمة من أصل 3000 كلمة شائعة. طبعا ممكن حد ناس ينتقدني وتقول ليش مسوي بالإكسل بالإكسل؟ أي نعم مسوي كتاب خط صغير، حاولت أكبرها لكن ما صار في مجال، صار إيش اسمه ما تباني الكلمة زي الناس لما كبرت الكلمات باللغة الإنجليزية. طيب ممكن نحاول نسويها في الوورد أو في الملف الأبيض الكبير، هذا هو ما سويناها. فكل ما نسوي كل ما نكتب كلمة ونجي نكتب وراها التعليق أو عفوا الترجمة العربية يكتبها تحتها لما صار بهذا الشكل. طبعا هذا ما صار نص إنجليزي أو شرح مفردات إنجليزية مع الترجمة، صار مرة خربت. لذلك رجعت بعد ما كتبت المكالمات كاملة وكتبت الترجمة كاملة، رجعت مرة ثانية سويتها في الإكسل وكبرت، عوضت لكم بالمفردات، كبرت لكم إياها في الترجمة. طبعا ما هطول لكم أكثر من كذا، هدخل شرحي لهذه 50 كلمة من أصل 3000 كلمة شائعة. أول كلمة معانا أو رقم كلمة رقم 50 time وقت، هذا الصيغة حقتها noun adjective verb، noun اسم adjective صفة وverb فعل، يعني فعل يجي معنى وقت. هذا ما راح نختلف فيها، هتاخذ وقت على الفاضي وما ياخذ حيز من الذاكرة الفاضي. ناخذ بالكلمة ومعناها وعدة معانيها. so لذا أو لذلك أو أن، ممكن يأتي في معاني أخرى قد لا تخطر على بالي حاليا، لكنها أهم ثلاث معاني لهذه الكلمة هما لذا أو لذلك أو أن، أو في معنى سو. والله مو على بالي مرة، أعرف صيغة الجملة كيف بستخدم سو لكن ما أنا باللغة العربية مو قد لا يخطر في بالي في هذا اللحظة، فاعذروني على هذا الشيء. واز كان فعل فعل كينونة في صيغة الماضي بمعنى كان. he was playing football، هو كان يلعب الكرة. هيا past verb ده خطأ، هي verb فعل فعل كينونة، past ماضي فعل ماضي. تمام. we pronoun نحن ضمير فاعل نحن. these هؤلاء أو هذولا، هؤلاء لذوز هؤلاء، لكن these أظنها هذولا يعني، أو هؤلاء للقريب. هو these الجمع من this والذوز الجمع من that. تمام. may فعل models may بمعنى يمكن أو قد، وهي تجسد الاحتمال الضعيف، احتمال ضعيف. في كمان لها يعني مفرد ثاني من مودلز فيرب اسمها might بتجسد الاحتمال الضعيف جدا جدا might، لكن ما هي معانا في هذا، ممكن تكون مقدمة في هذا الدرس أو مؤخرا موجودة في الكلمات التالية. لكن نطلع الكلمة اللي بعدها like يحب أو يشبه، زي ما نقول look like you like my daughter، أنت تشبه زوجتي. you like my daughter، أنت تشبه بنتي أو تشبه ابني. you like my son، تشبه ابني. use استخدام أو يستخدم into بداخل، ويدل على حركة. إذا جاء في جملة لازم يكون الجملة هذه فيها فعل يدل على حركة، والفعل يدل على حركة موجودة على قناتي على اليوتيوب، حوالي 7 فيديوهات سويتها على قناتي. than من، تجي بمعنى من ليش، يعني لما يقول I'm longer than you أنا أطول من، أو I'm taller than you أنا أطول منك، I'm eater أو I'm fastest or I'm easiest than you easier than you
أي شيء صفة في صيغة المقارنة، ثم هذه الكلمة بتجي بمعنى من. up up أعلى، out out خارج، who من أو الذي، them them هم أو ضمير مفعول به المتناسب المأخوذ من ضمير الفاعل they، بمعنى هم يعني نقول I play you like them، أنت تحبهم، you like them you love them تعجبهم أو تحبهم، هذا المعنى مفعول به مضمير الفاعل they. هيدخل في شرح المفردات بعد ما خلص 50 كلمة، عشان احنا محصورين في الوقت 10 دقائق لتسجيلها بالوقت، تسجيلها الفيديو. make يصنع او يجعل، because لان، such هذه او تلك، throw من خلال او عبر، get يحصل على، work عمل او يعمل، even حتى ولو او حتى، هي حتى بس احيانا بتجي معنا حتى ولو، حتى من غير ما تبعها if، من غير ما تبعها if تصير even if بكون معناها حتى ولو برضو. different adjective مختلف، it's هو او هي يكون، هو او هي يكون it's. no لا او ممنوع قبل او في اول الجملة، يعني no smoking ممنوع تدخين، زي الجمل اللي سويتها قبل 5 ساعات فيها اليوم، سويت فيها امس، سويت فيها الجمل المنع او الامر في النهي وفي الفرض، في الامر وفي النهي وفي المهم، خلينا نكمل. no هلا او ممنوع، our لنا أو خاصتنا، ضمير ملكية أو ضمير الملكية يعني بفعل خاصتنا. new جديد، film just تمام أو فقط، only فقط، see يرى، used مستخدم أو استخدام، أو استخدم أو مستخدم عفوا. good جيد أو حسن أو طيب. water ماء. been كان أو لقد كان، فعل في التصريف الثالث أو في صيغة اسم المفعول من ضمير من الفعل be أو is، يعني is was been is يكون كان لقد كان أو يكون أو كان، هذا المعاني اللي تتقبل عليها. need يحتاج أو حاجة أو بحاجة إلى، need to بحاجة إلى. should يجب للواجب والنصيحة، very جدا أو كثيرا. any أي أو أي من. history تاريخ. often غالبا. way طريق او طريقه. well بشكل جيد، هو well ظرف ماخوذا من good better well جيد افضل الافضل بشكل افضل. هذا سبق شرحتها في قناه على اليوتيوب، هي الظروف والصفات، المقارنة والتفضيل والظروف، شرحتها كلها في قناتي. art fun no أمو no يعرف. where كانوا، then ثم. my حقي. first أولا أو أول. would سوف مجرد verb فعل مبدلز. many money مال. h كل من
لو لقينا تفاعل منكم على هذا الفيديو راح نقدم المزيد، يعني كل شيء 3 لايكات.